الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي والأهلي في المونديال، بين ذكريات الأمس وأحداث اليوم وتوقعات الغد. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد جديد معكم من أرض المونديال. ليلة المباراة غدا الأهلي بإذن الله تعالى يبدأ ضربة البداية في كأس العالم للأندية في مواجهة الدحيل القطري. علشان كده ليلة المباراة مستر موسيماني واضح انه هيلعب بطريقة هجومية ضغط. كلمت مع المهندس عادلي، قال لك واحنا ليه ما نلعبش براس حربة صريح؟ علشان كده جبنا لكم رأس الحربة الصريح والزميل العزيز كابتن أسامة حسني. أهلا بك يا كابتن أسامة. أهلا بك يا أستاذ إبراهيم، أهلا كابتن عادل القيعي، وسعيد إن أنا موجود معاكم. ما شاء الله متألقين يعني. ناوي تسجل يعني ولا؟ ما احنا النهارده بنلعب خلاص يعني خطه هجوميه النهارده في ليله المباراه. خلاص اهو الطرف فين وانت راس الحربه. طبعا زي ما قلت ليله المباراه دي بتبقى ليله مهمه. ليله بيبقى ليها استعداد ذهني واستعداد نفسي. اللعيب خلاص ذاكر بقى خلال الفتره اللي فاتت، بيحاول بقى يحضر نفسه ان شاء الله اليوم بكره يوم مهم. بنتمنى فيه توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله. يا كابتن اسامه، يعني الحقيقه يعني احنا اخترنا يا جماعه النهارده ان يطلع معانا الكابتن اسامه حسني، اولا بصفته لاعبا قديما، بصفته محللا، بصفته يعني الراجل صاحب خبره تدريبيه حتى، واهم حاجه انه صاحب التجربه الثلاثيه. اول ثلاث نسخ لمشاركه النادي الاهلي في اليابان كان الكابتن اسامه موجود وكان كابتن فريق. ازيك يا كابتن؟ احنا كنا في 2005 ودي كانت المره الاولى لينا في كاس العالم للانديه، كانت في اليابان. ثلاث مرات كنا موجودين في اليابان، 2005 و2006 و2008. طبعا الاجواء نفسها مختلفه عن البطوله المحليه، انت عايش في اجواء مختلفه. بص، ما هي ذكريات الماضي زي ما المهندس عادل قال دي مهمه جدا طبعاً. واحنا هناخد الكافي معاك. انا دلوقتي هو جاي من التمرين والتمرين الاخير للاخر يعني. ماشي التمرين. عايز اطمن حضراتكم انه الحمد لله المسحه الاخيره اللي اتعملت مسحه على الريق. خبطوا على المهندس عادلي، اطلع اعمل مسحه. انا كان مش رايح الماتش الساعه 9 الصبح، انا مش رايح الماتش ولو هتعمل مسحه برضه. فالحمد لله اتعملت مسحه والكل سليم الحمد لله. اسامه، يعني النهارده التمرين، انا كنت موجود النهارده في التمرين، الحمد لله في تفاؤل كبير، في معنويات عاليه جدا. والمعنويات مش من النهارده بس، للامانه من بدايه خروج بعثه النادي الاهلي من مطار القاهره، وانا شايف في تركيز، في استعداد، في تحضير لمباراه الدحيل من مصر. يعني شفنا حتى واحنا راكبين في الطياره المحلل الاداء بدا يبعت لكل لعيبه النادي الاهلي فيديوهات على الايباد بتاعه، على التليفون، يبدا يشوف ويبدا يذاكر. فالاستعداد من بدري. النهارده طبعا في تحضير، كان في تحضير فني، كان في كلمات مهمه من مستر موسيماني، معنويات عاليه لمباراه بكره. لكن الحمد لله اللعيبه كلها مستعده لمباراه بكره، باستثناء طبعا الكابتن وليد سليمان. بدر بانون برضو بنطمن جمهور النادي الاهلي يعني ان شاء الله موجود في مباراه بكره، اتمرن مشاكل كويس النهارده، شاركوا الحمد لله حالته حاله جيده جدا، وموجود بكره ان شاء الله. وبدر من اللعيبه الشخصيه كمان، يعني شخصيه النادي الاهلي قبل ما يكون فنيا، واضافه كبيره للنادي الاهلي. فان شاء الله بنطمن بكره جمهور النادي الاهلي، اللعيبه ان شاء الله مستعده، وينقصنا بكره التوفيق. التوفيق مهم جدا. قبل ما نخش في التحليلات الفنيه ورايك في فرصنا والدحيل وكده، لازم من خلال استرجاع ذكرياتك نعرف الفوارق بين اولا مشاهد الثلاثه. انت في 2005 2006 2008 كنت موجود، و8 ما انا قلت كنت موجود. طب ايه الفرق بين كل واحده والثانيه؟ الاول 2005 احنا لما رحنا كانت دي التجربه الاولى لينا، اول نادي بقى في مصر يروح كاس عالم انديه. كان بالنسبه لنا كنا احنا كلاعيبه الاستعداد ان احنا رايحين احتفال، ما كانش الاستعداد على اتم الاستعداد في 2005. الاجواء بالناحيه النفسيه، الناحيه النفسيه الاجواء بالنسبه لنا مختلفه. حتى مستر مانجوزي كانت تصريحاته دايما وقتها احنا رايحين نشوف عالم اخر في كره القدم، مدارس اخرى في كره القدم، رايحين نتعلم مش رايحين ننافس. فده كان في 2005. في 2006 بقى الاستعداد كان مختلف تماما.
حتى انا فاكر وقتها في 2005 كابتن محمود الخطيب مع اخر مباراه ونهايه المعسكر جمعنا في غرفه في الاوتيل في اليابان وقال لنا عايزين السنه الجايه نرجع اليابان، عايزين نقدم صوره مختلفه عن النادي الاهلي، صوره مختلفه عن الكره الافريقيه، ونيجي هنا تاني ان شاء الله اليابان ونحقق حاجه. ده كان الاجتماع اللي حصل معانا في نهايه المعسكر في اليابان في 2005. السنه اللي بعدها لعبنا بطوله افريقيا وربنا اكرمنا بمرتز الصفاقسي وكسبنا بطوله دوري ابطال افريقيا، ورحنا بقى اليابان بخبرات مختلفه بقى عن السنه اللي قبلها. استعداد الساعه البيولوجيه كابتن عدلي، الساعه البيولوجيه دي نقطه مهمه جدا، كان استعداد مختلف بقى عن السنه الاولى، رحنا بدري. كلمنا بقى يعني موضوع الساعه البيولوجيه، الناس بتاخده باستخفاف يعني مساله احيانا بيبقى شماعه. احنا كنا فعلا حاسين بايه، وانتوا كلاعيبه ده اللي يهمنا يعني حته النوم. طب لما تروح بدري الليل نهار والنهار طبعا دي بتفرق معاك انت كلاعب، تقدر تظبط المواضيع دي. حتى من مصر لما مستر مانويل قبل ما نروح اليابان بدا يعمل تمرينات ازاي نقدر نتغلب على او نتكيف مع تغيير الوقت هناك. تمرينات معينه بدا نشتغلها في التدريبات لما وصلنا اليابان، نوعيات الاكل برضو اللي تقدر تساعدنا في المناخ ده، جو البارد، الكلام ده كله بدانا نشتغل على الموضوع ده من بدري قبل ما نروح اليابان. طبعا كان عندنا خبرات، انت طبعا بتلعب في درجه حراره مختلفه، مصر جو حر شويه، كان تلج، كان بيسخنوا لنا الكراسي ويدونا بطاطين مع التذكره، طبعا تلج. فانت النهارده كمان لما كنا بنروح التدريب انت ما انت محتاج مش نص، انت محتاج ساعه تسخن فيها قبل التمرين. فده كله خدنا خبرات مع توفيق ربنا طبعا، مع الاستعداد الكويس، علشان كده كان في انجاز في 2006. نتمنى ان شاء الله لاعبتنا السنه دي وهم قادرين، يعني عندنا مجموعه ما شاء الله مميزه في لعيبه النادي الاهلي سلوكيا وشخصيه النادي الاهلي وفنيا كمان، نتمنى التوفيق ان شاء الله يقدروا يحققوا انجاز السنه دي ان شاء الله باذن الله. خش بقى من لحظه ركوبنا في الطياره هناك تشعر ان احنا يعني داخلين بعكس 2005 في اجواء، يعني استفدنا حتى اللعيبه دي كلها ما حضرتش هذه الاجواء، لكن تشعر ان اتنقلت لهم هذه الخبرات وعايشينها. يعني ايه اللي انت استشعرته واحنا في المطار القاهره الى ان وصلوا هنا وشافوا الانفجار الجماهيري في استقبالهم؟ من بدايه وانت طالع الطياره انت بتبدا تشوف الوشوش، اللعيبه هل مركزه، اللعيبه عندها استعداد. فالحمد لله ده كان موجود من اللحظه الاولى. اللحظه الاولى لما محلل الاداء بدا يبعت لكل واحد على الايباد بتاع الخاص بتاعه او على تليفونه مباراه الدحيل، لقطات، ابرز نقاط القوه، الكلام ده كله. فبدات اللعيبه تتفرج وبدات تعرف اكتر، تدخل في جو البطوله من بدري. تاني حاجه الاحتفال او الجماهير، حضور الجماهير الكبير، يعني الكلام ده ابتدى على الطياره، ابتدى طبعا من بدايه الطياره وانت راكب الطياره في مصر. لما نزلنا كمان الحضور الجماهيري الكبير هنا في الدوحه دخلك بقى شعبيه النادي الاهلي بقى، يعني احنا كمان ما كناش متوقعين ان الحضور الجماهيري يكون بالشكل الكبير ده. ده احنا بالعكس اول ما نزلنا المطار واحنا ماشيين كمان في الطريق، لما وصلنا كمان هنا السلاسل البشريه فكمان الرساله وصلت اكتر للعيبه. لا ده انت النهارده، وخلي بالك النقطه دي ما كانتش موجوده في اليابان. اليابان ما كانش طبعا ما عندكش الجمهور، فيش الحضور الجماهيري الكبير. لا طبعا، لكن هنا في حضور جماهيري كبير. وحتى عايز اسال الكابتن عدلي بقى عشان يقول لنا الكواليس اللي على الهوا، يعني كابتن خطيب اول ما نزلنا في اول ما خرجنا من المطار الناس كلها طبعا بتحيي الكابتن بيبو. ففي مجموعه حيت الكابتن عدلي القيعي، فالكابتن عدلي قال الحمد لله الناس لسه فاكراري جون المعموره بتاع ستينات. امال يعني انا عايزك تقول لنا بقى وتقول للساده المشاهدين جون المعموره. لا ده دعابه يعني، انا فوجئت ان في كذا حد يعني فاكر كابتن عدلي كل ما اسامه جنبي كده قلت له فاكرين جون المعموره اللي جبته في الستينات؟ انت عايزك تقول بقى للساده المشاهدين جون المعموره. لا ما احنا في المعموره كنا بنلعب كره سداسيات وبتاع، لكن ده يعني فن يعني. فالتركيز لعيبه من مصر مركزه، عارفه انها جايه بطوله قويه جدا،
فرقه الدحيل فرقه قويه جدا، عندها عناصر مميزه، عندها محترفين، ضمت في الانتقالات الشتويه لعيبه مميزه. فبرضه نفس الامر النادي الاهلي زي ما الامور بالنسبه له جاي مباراه قويه، الدحيل برضه عارف ان المنافس بتاعه النادي الاهلي منافس قوي، والنادي الاهلي عارف ان الدحيل فرقه قويه وعندها عناصر قويه. فالمباراه بكره مباراه مش سهله، لا مباراه صعبه جدا، حظوظ الفرقتين 50-50. فالنهارده ما نقدرش نقول مين حظه اعلى، دايما المباريات الكبيره بتخلص بالتفاصيل الصغيره، التفاصيل الصغيره مهمه جدا، التركيز. دي جمله مهمه جدا. كمل لنا بقى اللي زي ايه التفاصيل الصغيره. التفاصيل الصغيره يعني احنا ربنا اكرمنا في مباراه النهائي الافريقي، التفاصيل الصغيره ممكن تكون كره ثابته، كره ثابته بتفتح بيها المباراه، نقطه معينه يقولها موسيماني للعيبه تشتغل عليها وتركز عليها، ممكن ربنا يكرمك بمباراه. المباريات الكبيره اللي زي دي محتاجه تركيز 90 دقيقه، ما ينفعش ان انا التزام وتركيز طبعا 90 دقيقه، كره واحده تصين فيها ممكن تكون سبب في انك تتلقاها. علشان كده لو انت عندك نواحي دفاعيه او نواحي هجوميه لازم تكون ملتزم بنسبه 100%، ما ينفعش ان انا اسرح في اي وقت من الاوقات في المباراه، ان الخطا ممكن يكلفني خساره مباراه. انت النهارده بتلعب بطوله مختلفه عن بطوله دوري ابطال افريقيا، عندك ممكن اعوض، لكن انت النهارده لا، مباراه واحده محتاجه تركيز، محتاجه اللعيبه تكون قلبها على قلب بعض، جري كتير، توفيق ربنا. ودايما بقول توفيق ربنا، ان التوفيق مهم جدا، في عنصر مهم جدا في كره القدم. مؤكد مؤكد التوفيق من اول الحكم مرورا للعيبه مرورا لكل شيء يعني. طبعا يا رب. الحكم جواتيمالي يعني، حكم المباراه طاقم من جواتيمالا هو اللي هيدير المباراه ان شاء الله، يكون على قدر المسؤوليه. والاهلي حتى لما الكل بيتكلم يا جماعه بيتكلم عايزين تحكيم عادل، دي بطوله كاس عالم، عايزين تحكيم يدي كل فريق حقه ويحفظ لكل فريق حقوقه في المباراه. بالمناسبه بيتسو موسيماني النهارده في المؤتمر الصحفي اللي عقده كل حاجه هنا شغاله بالفيديو كونفرنس، علشان برضو ظروف التباعد، فالراجل عمل مؤتمر عن بعد اتكلم على رقم واحد انه بيحترم جدا فريق الدحيل، وقال ان احنا جايين هنا علشان نثبت للعالم كله ان الكره الافريقيه تطورت كثيرا، وانه بطل مصر على نفس الدرجه من الكفاءه والجوده اللي تخليه بلاعيبته موجود في مكان زي ده. قال ان انا بحترم الدحيل، فريق جيد جدا، لكن ده النادي الاهلي بكل خبراته وقيمته وتاريخه ولاعيبته. قال ان انا عندي ثقه كبيره جدا في جوده اللاعب المصري. بيتسو موسيماني من البدايه يا باشمهندس كان بيتكلم على ان اللاعب المصري واللاعب حتى الشمال افريقي عنده جوده معينه من الناحيه الذهنيه، من الناحيه الثقافيه، من ناحيه حتى القدره على التعامل مع مواقف مختلفه في المباراه. قال ان انا كنت في جنوب افريقيا ما كنتش بلاقي النوعيه دي، كنت تملي ببص على انه المينتاليتي في شمال العربي او الشمال الافريقي عنده قدرات ذهنيه مختلفه في المباراه. طبعا فالنهارده بيتكلم بيقول ان انا حتى سعيد ان انا رجعت لقطر 20 سنه كان في قطر، فاجئنا انه من 20 سنه كان لاعب في فريق السد القطري. اذا هو حد عنده رغبه كبيره ان شاء الله انه يعمل حاجه، وهو كمان عنده خبره ان هو قبل كده شارك في كاس عالم انديه كمدرب مع صن داونز، فعنده الخبرات ازاي يعني، عارف انها بطوله قويه، عارف ازاي يبقى عندك استعداد ذهني للعيبه يقدر يوصله. وده اللي احنا صراحه شايفينه خلال الكام يوم اللي احنا مرافقين فيه للبعثه، من خلال التدريبات ومن خلال الامور الفنيه. وكمان موسيماني يعني موسيماني مدرب كبير يعني، شفنا بصماته مع النادي الاهلي، عمل بصمه مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي هو مسك فيها وتولى فيها، سواء كان في بطوله افريقيا او كاس مصر او كمان السنه دي في بطوله الدوري. احنا بكره هنلعب بالطاقم الفضي، لا الرمادي. الرمادي 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 اللي هو يعني اقرب الرمادي، الشورت الاسود والشراب الاسود. والشورت الاسود هيلعب بطقم احمر كامل. كويس الشورت الاسود، لان برضو الرمادي ده محايد شويه، محتاج انت حاجه لون يبقى اجريسيف شويه. طبعا انت كنت بتقول لي وانا بسالك ليه ما لعبوش بالطقم الازرق، كان ايه السبب؟ لا دي بتبقى بقى يعني بيبقى فيه هل ممنوع تلعب بلونين
غامقين يعني. لا لا ده بتبقى في الاجتماع بقى التنسيقي للمباراه. لون ولون احتياطي. ممكن يكون النادي الاهلي فضل اللون ده يلعب بيه او يشارك بيه اللون الثاني للنادي الاهلي، فهم في الاجتماع النهارده مع المهندس خالد مرتجي. يعني ما كانتش اعتراض يعني، يعني انت بتقدم الثلاث الوان فالفيفا بيقول لك لا ده ينفع ده ينفع ده ما ينفعش. لا النهارده في الاجتماع التنسيقي بيتم اختيار اللون وكمان لبس حراس المرمى كمان الشناوي الشناوي عشان تبقى مختلف تماما عن طاقم التحكيم وعن الفريق زمايلك. عايز اقول لك النهارده في المؤتمر اكدوا على حاجه معينه هي دي جديده يعني، لكن قالوا يعني ربنا ان شاء الله ما يجيبهاش لاي لاعب، الاصابات الدماغيه اللي بتؤدي الى ارتجاجات ده استثنائي، ده تغيير اضافي ما ده في اللائحه يعني. في اي في اي فريق غير الخمس تغييرات وحصل له في اي وقت من المباراه من اوقات المباراه اصابه دماغيه لاي لاعب، من حق فرقته على طول. ربنا يحمي لعبتنا يا رب، ربنا يحمي الجميع باذن الله. فده التغيير الاستثنائي اللي موجود في البطوله. عايزين نتكلم عن الدحيل واحنا النهارده يعني. يلا شد الحيل. دحيل يا كابتن عدلي من الفرق اللي يعني خلال 10 سنين اللي فاتوا كسبان 7 بطولات دوري هنا في الدوري القطري. فرقه مميزه، فرقه عندها عناصر مميزه وضموا كمان زي ما قلنا في موسم الانتقالات الشتويه لعيبه مميزه اضافه للفرقه. عندهم في حراسه المرمى صلاح زكريا، من ناحيه اليمين باك رايت اسماعيل محمد واحمد ياسر، ده اخو حسين ياسر المحمدي، وعندهم مهدي بن عطيه عنده خبرات كبيره، لعب حدث ولا حرج دوريات الاوروبا التونسي الكبير، وسلطان البريك ده في الباك ليفت، وعلي كريمي ده في يناير لعيب ايراني قوي طبعا لعب في الدوري الكرواتي، وعندهم لويس جونيور ده برضو لاعب الوسط اللي جنب علي كريم. عندهم المنطقه الاماميه قوه هجوميه ضاربه يعني، لو بنتكلم عن دودو اقوى خطوطهم دودو ناحيه الشمال وادميلسون ناحيه اليمين، واثنين سترايكر مايكل اولونجا والمعز علي، وكمان الاثنين المميزين قدام عندهم معز علي ده كان احسن لاعب في 2019 هداف بطوله اسيا، وعندهم اولونجا لسه جاي في يناير لاعب الكيني وده هداف الدوري الياباني 24 هدف. فالقوه الضربه بتاعت فريق الدحيل يعني فرقه ميلسون ودودو والمعز علي ومايكل اولونجا. فبكره عندنا الخط الخلفي بتاعنا باكين خط الدفاعات مع محمد الشناوي عليهم دور مهم جدا بكره طول 90 دقيقه مفيش سرحان، التزام بالواجبات الدفاعيه. حتى لو انت بتهاجم مين اللي ثابت ورا؟ ما اكيد النادي الاهلي هيكون ليه ادوار هجوميه في المباراه، بس وانت بتهاجم مين اللي ثابت ورا؟ عامل حساب الهجمه المرتده طبعا، علشان النهارده برضو فرقه الدحيل من الفرق القويه، لازم بكره النادي الاهلي يحترمها بشكل كبير، فرقه قويه وكمان بتلعب على ملعبها وتلعب وسط جمهورها وعلى ارضها، لكن ان شاء الله بكره متوقع ان يكون جمهور النادي الاهلي يعني هو اللي حاضر بشكل كبير ان شاء الله بكره. عايز اقول لك ان ده استاد المدينه التعليميه اللي هتقام فيه بطوله كاس العالم للمنتخبات بقى صيف السنه الجايه، فالاول حد يدخله يلعب فيه بكره الاهلي والدحيل ان شاء الله. الجهاز الفني لما راح بص عليه النهارده قال لك ده حاجه عاليه المستوى. استاد رائع يعني، حتى الناس كلها اللي راحت النهارده كان الجهاز الفني كله ومستر موسيماني مع كابتن سامي مصان حتى مع البعثه الاعلاميه كانت بتصور النهارده، لا بيقولوا شيء رائع النهارده مع محمد الشناوي برضو كابتن الفريق. ارض يعني يتلعب عليها بلياردو. طبعا صحيح. طبعا طبعا. طيب كابتن اسامه، وانت بتتكلم على خطوره الدحيل انه عنده تلت هجوم تقيل جدا، هنا المعركه بقى في نص الملعب يعني، هل المهام الدفاعيه اللي هتبقى على الاثنين اللي هيلعبوا هاف ديفندرز اذا كان هيلعبوا اثنين او هيلعبوا ثلاثه، المعركه هنا في نص الملعب انت شايف؟ خلينا في رايك الجهاز الفني هيفكر زمان انما انت لو انت كوتش هب انك مسؤول عن الماتش بكره، هي دردشه والناس برضو بتحب المباريات اللي بالشكل ده. خلينا نتفق ان هي مختلفه عن برضو هرجع تاني عن البطوله المحليه والبطوله الاقوى بطوله دوري ابطال افريقيا، بيبقى عندك فرصه للتعويض. فانت النهارده مباراه من بطوله واحده او من مباراه واحده النهارده نوك اوت خلاص. فانت النهارده مش مبقاش عندك استعجال في الهجوم في الناحيه الهجوميه، ما ينفعش لعيبتك تبقى طايره بلغه الكوره، لازم يبقى عندك تكليفات دفاعيه وانت بتهاجم. حتى عندك مثلا
واحد الباك رايت بتاعك طلع في هجمه، لازم يبقى عندك تمركز صح في الاثنين مساكين، والباك ليفت بتاعك ورا واقف مع واحد هاف ديفندر قدامهم، يبقى انت مامن الناحيه الدفاعيه بتاعتك بشكل كبير. الاخطاء لازم تقلل اخطائك في المباراه اللي زي دي، ممكن يكلفك هدف. فانت النهارده مطلوب ان على قد ما تقدر تقلل الاخطاء. مع ده كله النهارده الفرص بقى المتاحه اللي بتجيلك، ما انت اكيد هتظهر لك فرص، لازم يبقى في استغلال للفرص بشكل كبير. يعني انا النهارده بلعب مهاجم او الناس اللي على الاطراف، لازم اعرف ان الفرصه دي هي فرصه المباراه، هي دي اللي هتخلص لي المباراه، فلازم يبقى عندي فيها تركيز مليون في الميه. عشان كده دايما التفاصيل الصغيره في المباريات الكبيره مهمه جدا. عشان كده يعني لازم يبقى في تركيز بكره، وبرده توفيق ربنا مهم جدا في المباريات. توفيق مش لعيبه بس، ده توفيق كمان للمدير الفني لما يحط تشكيله كويسه. يعني احنا ما نعرفش التشكيل، يعني موسيماني موسيماني مش مدينا اماره، مش مدينا اماره، واحنا بنقف نتفرج بره مين هيلعب. عشان كده بقول لك تعالى، عنده تغييرات كتير، بيقعد يغير اكيد هو مستقر في دماغه، بس مش عايز يفتح عشان يعمل دوافع عند اللعيبه كلها. حافز ليله المباراه كله موجود وكله هيلعب، حاسس ان عنده كله استعداد وكله عايز اكون في اللحظه دي، فابدا ادي اقصى حاجه عندي. طيب في اللحظه دي ليله المباراه في خوض ماتش بهذه الاهميه، المدرب بيقول ايه للعيبه؟ اللعيبه بتقضي الوقت ازاي دلوقتي في غرفهم؟ هنشوف ده بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. قلت لكم ليله المباراه طبعا فيها ترتيبات وتفاصيل كتيره جدا، عشان كده كنا مهتمين الحقيقه ان يكون معانا النهارده ضيف عاش هذه اللحظه كتير جدا، عاصرها في مناسبات كبيره حتى في كاس العالم، عنده 3 مشاركات، فعنده ما شاء الله خبرات كبيره جدا فيها. لكن قبل ما هندخل في كتير من تفاصيل ليله المباراه، عايز اقول لكم يا باشمهندس يا كابتن اسامه، جرايد القاهره النهارده بص على الحدث ده ازاي. جريده الاخبار كان عنوانها ارتياح في بعثه الاهلي بعد مسحه القلق اخر الليل، بطل افريقيا يطالب بالتحكيم العادل امام اصحاب الارض، وفانيله الخطيب لمتحف الفيفا. يعني ما ده احنا استعرضنا موضوع الفانيلا واهميه الحق المره يعني ذكريات من المونديال الانديه في المتحف، فتكون فانيله النادي الاهلي الكابتن الخطيب بعباره رائعه جدا بيحيي فيها الاتحاد الدولي والبطوله، اتمنى لهم الخير عشان تكون هي بكورة هذا المتحف. يعني هو الناس عارفة انه متحف الاتحاد الدولي متحف كبير في اهم مقتنيات النجوم، بس في سيكشن خاص بمونديال الاندية، هو ده اللي لسه جديد. انما هو فانيلة محمد صلاح ومسيرة محمد صلاح حفظت في المتحف، والجوانتي بتاع عصام الحضري برضه بتكلم بعد مشاركته في كاس العالم كأكبر لاعب، بتكلم على الجزء الخاص يا استاذ ابراهيم بتاع مونديال الانديه. يعني احنا مش بنتكلم، المتحف ده قديم جدا وموجود من زمان، انما فكره انك المونديال الانديه يتوثق في متحف بذكريات ويكون الحرص على النادي الاهلي برئيسه موجود، ده حدث مهم. صحيح. خلينا احنا كمان كاهلاويه او كجمهور النادي الاهلي يعني نبقى فخورين بالنادي بتاعنا، لكن انت دايما بتبحث عن العالميه، يعني دي ده التاريخ اللي ما حدش يقدر يزيفه منه خلاص. طيب الاهرام قال بسبب كورونا الخوف يسيطر على بعثه الاهلي قبل ساعات من مواجهه الدحيل، موسيماني يستقر على الدفع ببيكهام في مركز الظهير الايمن، وتحذير خاص لحمدي فتحي المدير الفني للاعبيه، انتم ابطال افريقيا ثقوا في انفسكم وقادرون على العبور. مبدئيا عشان نحسم بس موضوع المسحه والقلق لغايه النهارده الصبح اتعملت المسحه الخاصه بالمباراه، ودي كانت اخر مسحه، يعني دي تقريبا ثالث مسحه لينا من اول ما وصلنا الدوحه. دي كانت مسحه الفيفا، شكتهم خفيفه شويه، يعني ما حدش اشتكى منها خالص. فبالتالي اللي هيدخل الملعب لازم يكتن. الحمد لله البعثه كلها نتيجتها سلبيه، فبالتالي حتى المهندس عدلي لازم هيروح الاستاد بكره ان شاء الله، مش عايز يروح بس لازم ان انت تكون معانا، انتوا شطارتكم. طيب
ده بنطمنكم على احوال البعثه فيما يخص الكورونا، لكن الدافع بيكهام باك رايت مفيش حاجه ظاهره مش كده خالص يعني بقول، لكن محمد هاني في كل اللعيبه، هو بص هاني جاهز، كل اللعيبه جاهز وكل اللعيبه جاهز. مساله التشكيل عشان كده يعني لو انا بساله بقول من وجهه نظرك، لان محدش عارف والراجل بيفكر ازاي مستقر، يعني لازم هتلاقي في اختلاف. الوحيد اللي يعرف التشكيل موسيماني، هو اللي عارف تشكيله. تفتكر طريقه اللعب واسلوبه هيتغير؟ مؤكد يعني دي برضو بتاعت موسيماني، انه يغير تشكيله او ممكن يعني ما تغيرش اسلوبك، بس يتغير وظائف لعيبه داخل الملعب، مسؤوليات زي ما كابتن عادل بيقول، وتلعب بالشكل بتاعك، وفي حاله الهجوم بشكلك ازاي، في حاله الدفاع، وتبدا لعيبه تاخد وظائف زياده او وظائف يعني على مركزها عشان تبدا تعمل التغيير اللي داخل الملعب. طيب كمان الاخبار المراجعه، الاهلي يختتم استعداده للدحيل ووصايا وتحذيرات خاصه من موسيماني. ليله المراجعه يعني خلاص اللاعب كل واحد دلوقتي هيشارك، تفتكر الجهاز او المدير الفني بيبلغ اللعيبه بالتشكيل بدري، ولا زي نظريه بعض المدربين اللي بياجل الاعلان لغايه اخر لحظه؟ يعني في دي مدرسه ودي مدرسه. اكيد انت بتكون مستقر يعني، او اللعيبه في لعيبه عارفه انها موجوده في تشكيله اساسيه، وفي لعيبه لسه ما بين او ما بين، لا الافضل انك تاجلها النهارده. ليه؟ بتحط كل اللعيبه يعني على اتم الاستعداد، انا مستعد لاخر لحظه، نفسي اكون موجود في في المباراه المهمه اللي زي دي. وكمان خلي بالك النهارده انت اللعيبه اللي موجوده بره لا تقل اهميه عن اللعيبه الموجوده في الملعب. انت مباراه فرقه زي النادي الاهلي يا كابتن اسامه، مستويات متقاربه، انت مش عارف مين الاساسي ومين الاحتياطي. اي لعيب هيقدر يديك اللي انت عايزه، انما فكره انت بتغير خمسه في 11 وخمسه 16 لاعب، لو لازم يكون يعني، والناس اللي بره برضو على نفس الاهميه الناس اللي في الملعب. انت عندك النهارده برضو بتلعب، يمكن هو من ناحيه الاستراتيجيه والسياسيه بتاعت موسيماني وبتاعت فايلر انه بيعتمد على التغييرات في حسم المباريات، تضيف لك سواء في الناحيه الهجوميه او سواء في الناحيه الدفاعيه. فالنهارده زي ما الكابتن عادل قال نقطه مهمه، الحمد لله عندك لعيبه في كل المراكز على نفس المستوى، فانت ومغمض عايز تحط فلان مكان فلان هينزل برضو يؤدي نفس الدور. صحيح. على فكره بمناسبه التغييرات، ايضا تعليمات الفيفا النهارده انه عمليات الاحماء الجماعيه اللي بتشوفوها دايما ورا المرمى غير مسموح للجهاز الا بتجهيز 3 لعيبه فقط. يعني المدرب المساعد او مدرب الاحمال يجهز 3 لعيبه فقط في عمليات الاحماء استعدادا للنزول، لكن فكره كله يسخن يعني 3 في 3 في 3 في 3 اي وقت عايز تسخن بتسخن 3، لكن هو مش هيسخن 3 يلا سخنوا كله يسخن، ما عادش استاذ ابراهيم هيسخن 3 من 16 لاعب ولا 18 لاعب؟ لا هو احيانا بيبقى المدرب لسه ما استقرش، فانت كنت بتلاقي ورا المرمى عدد كبير، بيجهز، فهو عشان حته ورا المرمى عدم تواجد غير 3 بس ورا المرمى بالظبط. عمليات الاحماء الشروط بكره يعني، حتى بكره عايزين فريق النادي الاهلي في المباراه قبل المباراه مثلا بكذا ساعه ونص هتلاقي بكره انت تبع بطوله تبع الاتحاد الدولي، هتلاقي كل حاجه محسوبه بكره بالدقيقه، حتى احماء اللعيبه لاعبين ينزل الملعب الساعه كذا، تخرج بره الملعب الساعه كذا. قبل ما ننسى بالمره، حد عنده فكره كان المؤتمر الصحفي عباره عن ان المنسق الاعلامي بيروح يصطحب المدير الفني بعد المباراه والكابتن او لعيب تاني اللي بيختاره عشان المؤتمر، وياخدوا لحد اوضه المؤتمر ويبدا المؤتمر. قيل ان الكلام ده هيبقى اونلاين بالظبط، في تاكيد على الكلام ده. النهارده كان المؤتمر بتاع المباراه لصبري لاموشي والبيت سوميسوماني برضو بالفيديو كونفرنس كله، ما حدش سمح ليه ما قعدوش على المنصه، مفيش قاعات، كل واحد لوحده، وده برضو في شكل الاحتراز لمواجهه الجائحه طبعا. زي هنا المحاضره التحكيم برضو اللي ادوها اللعيبه هنا كان برضو عن طريق الكونفرنس برضو، وما كانش في حد متواجد وحد شرح لهم الرولز بتاعت الاتحاد الدولي والتحكيم والشروط والكلام ده كله عشان اللعيبه تكون ملمه بكل الامور. يعني العالم اتغيرت ثقافته، اتغيرت معاملاته، وسائل التواصل والتعلم، انا مش عارف هنرجع لطبيعتنا
بالتالي هنكمل في موضوع الاونلاين مطولين. لا الكابتن عندي كان يا ريته خد المسحه بالاونلاين هو قاعد في حاولت قلت له كله اونلاين ما عدا المسحه بقى لك ما ينفعش اونلاين. لا بس النهارده ما كانش عايز دي خفيفه مش عايز يروح المباراه بس هناخده معانا بكره ان شاء الله. طب والنبي حسيته بيها؟ لا طب امال كنت بتعرف ترفص ليه؟ الصبح بقول له يلا قال لي يلا ايه؟ قلت له الناس بتوع الفيفا جم وهيمشوا قال لي ما يمشي انا مالي يا عم ده قال لي بص قلت له ما هو محدش هيروح الاستاد كل يوم يخبطوا علينا المسح الا نتيجته سلبيه. قال لك انا مش رايح الاستاد اصلا فرجعوا قالوا لا مش هتقعد في الاوتيل يعني المسحه مش شرط للاستاد ما تركزوش معاه هو انا كان كل دي في الاخر هنروح طبعا قول له الشرط هو انت فاهم ان انا ما كنتش عامل خلي بالك والله العظيم ثلاثة أنا حريص على المسحة عشاني أنا عشان تطمئن يعني هو في حد عنده فرصة إن كل يومين يطمن على نفسه بس الإجراءات هنا يعني مشددة جدا يعني زي المدرب الكوري اللي فتح الأسانسير طلع غلط معنا هنا ويلسون كوري طلع الشارع فتح الأسانسير فبيفتح باب لقى نفسه في الشارع الشرطة مسكته لف قالوا له تعالى على اوضته ثلاث ايام محبوس وبعد كده يعملوا مسحه بكره الساعه 5 عنده مباراته مع اجراءات مشدده جدا هنا بس هي المسحه اللي كانت صعبه كابتن عدلي ايوه العالم اللي كانت في المطار هي دي المسحه الوحيده اللي كانت صعبه عشان من بقه من دي اللي كانت صعبه هي دي اللي اصطادت مرجان يعني الحمد لله حالته كويسه ما احنا بنتواصل معاه كل ما نقدر يعني الحمد لله بالتليفون يعني فهو الراجل متفائل يعني متفائل وبيأدي شغله يعني حتى يعني بيأدي شغله بانتظام. طيب كمان المصري اليوم قالت اقتربت ساعة المونديال الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا للحيل والجهاز الفني يستقر على التشكيل. موسيماني بيقول الخطيب داعم كبير للفريق ولا يتدخل في الأمور الفنية وعبد الحفيظ بيؤكد اللوائح تمنحنا 5 تغييرات في مباريات المونديال. موسيماني أو موسيماني والخطيب يا باشمهندس بيتسو عنده تقدير كبير لمساندة ودعم الكابتن الخطيب ليه وده تملي بيتكلم على انه بيبو في ظهري باستمرار. بص يا كابتن استاذ ابراهيم انزل انت اسامه يا هنا انزل انت اسامه يا هنا يا هنا اللي يدرب الاهلي يا هنا اللي يدرب الاهلي فما بالك لما يدربه ورئيسه واحد لاعب كره حجم الكابتن الخطيب وقبل الكابتن حسن وقبل الكابتن صالح ناس فاهمين يعني ايه كره من مستوى يعني ايه يعني ايه تدي لكل واحد استقلاليته في العمل عشان تعرف تحاسبه. صحيح الراجل من ساعه ما جه لا يجد الا الدعم لا يجد الا المؤازره الجماهيريه اللي مش متمتع بيها في المدرجات لكن متمتع بيها في كل شؤون الحياه الاخرى. لما جه هنا شاف حاجه قال لك انا عمره ما شفت كده بره وجوه يا اهلي هيشوف هذا الكلام باذن الله في الاستاد. ايوه اللقطه بتاعت الكابتن الخطيب الكابتن الخطيب مش موسيماني ده الكابتن الخطيب وكل من التقى بيهم في البعثه بيعمل حاله من الطاقه الايجابيه. يعني انا عارف ان هو بيبقى مهموم جدا وبطبيعته يقعد مساهم كده وبيفكر ومهموم لكن ما ان يلتقي باحد يبتدي يبقى بشوش يبتدي يبقى بيهزر يبتدي شفت اللقطه بتاعته مع علي معلول وهو علي في الاخر بيحتضنه علي بيحتضنه بمرح وكابتن خطيب بياخده كده يعني 100% قال له كلام يعني بمثل هذه العلاقات يا استاذ ابراهيم يبنى الاهلي بمثل هذه المحبه والود والتواضع والتواصل تتحقق النجاح. انت بتتكلم بتقول لي موسيماني مش موسيماني بس كل الله ده بيصب علينا يا استاذ ابراهيم تصور بقى لو هو كمان موسيماني يعني من وقت ما جه الاهلي وهو مقدر قيمه الاهلي يعني كابتن عدلي يحسها في التعاقدات والصفقات اللي بيعملها لما بيتعاقد مع لعيب بيكون مقدر قيمه الاهلي بالظبط وانت النهارده بتتعاقد مع مدير فني وهو مقدر قيمه الاهلي الكبير. احنا انا استوقفني لما جينا الاوتيل هنا والجماهير كانت كبيره جدا تحت وكانت بتنادي على الكابتن خطيب فكابتن حياهم وراح رجع واخد ورا شويه ورا قدم اللعيبه وقدم موسيماني للجمهور. ايوه فموسيماني وهو طالع راح رجع مع ورا قال له انا عرفت يعني الاهلي عظيم بجمهوره فعلا. اللقطه دي استوقفوا انه كل ما يمشي
في شوارع الدوحه من وقت ما جينا من المطار حتى في الاحياء واحنا ماشيين في الاحياء الناس الجماهير بتطلع في الاحياء لما جينا هنا استوقفنا كمان في الاوتيل. الحرص الدائم على تاكيد معنى احنا ايوه الجماعيه، ما فيش حد بياخد لقطه لنفسه، ما فيش حد مهما يعني هو في اكتر يا اسامه وانت عايش اللحظات دي اللي كان بياخد جايزه افضل لاعب كان يحطها في الصندوق مع عشان اللعيبه كلها يعني تشعر ان هم كلهم افضل لاعب. هذه التقاليد في الاهلي بس، ما اظنش حد في العالم فكر انه يعمل معنى بسيط زي ده يخلي اللعيبه كلها تعزز الجماعيه قوي، تعزيز الجماعيه اللي هو يعني سر الفانيلا الحمراء. طبعا الروح دي واحنا كنا في جيلنا يجي لعيب من مجرد انه دخل معانا تمرين يقول انا بحس ان انا بقالي سنين في النادي الاهلي، ده بحس ان اللي دخل خلاص جوه الفرقه اندمج بسرعه، وده اللي بيميز النادي الاهلي على مدار سنين. طب تشوف بدري بانون دلوقتي وتصريحاته الراجل يعني تشعر بقاله كام سنه معانا. علي معلول النهارده هاجي لك لبدر التصريحات مهمه له لانه الصحف المغربيه مهتمه بيه جدا. اليوم السابع النهارده بيقول موسيماني يرسم الليله خطه العبور امام الدحيل في مونديال الانديه، الاحمر يخوض اخر مران قبل ضربه البدايه، مسحه للبعثه صباحا، وعبد الحفيظ يكشف لوائح الفيفا اللي هي خاصه بالتغييرات اللي احنا اشرنا اليها. الشروق قالت موسيماني يحسم اليوم تشكيل الاهلي امام الدحيل، دراسه اشتراك كهرباء اساسيا على حساب طاهر، التفكير في اللعب بثلاثه لاعبين في الوسط، والمدير الفني يؤكد الخطيب لا يتدخل في الامور الفنيه. يعني التاكيد باستمرار على انه رئيس النادي الاهلي ايا كان مين هو يا باشمهندس الامر الفني متروك للمدرب فقط. خلاص بقى حفظناها يعني ما حتى ما بقتش تتقال يعني حتى الانديه الاخرى بيقول لك المفروض يبقى زي الاهلي سيب المدرب يتمتع باستقلاليه حاسبه في الاخر. طيب جريده الصحراء المغربيه بقى بتحتفل النهارده خصيصا ببدر بانون فمدياله مساحه كبيره، وده جورنال عام مش جورنال رياضي، مساحه كبيره على 4 عمود في الصفحه الاولى عن بدر بانون وبعنوان حلم العالميه يتجدد مع بانون. وبتقول الجريده المغربيه اكد بدر بانون لاعب الاهلي المصري ان جميع زملائه في الفريق لديهم رغبه قويه في تحقيق نتيجه ايجابيه امام الدحيل القطري في مباراتهم الافتتاحيه. افاد بانون الذي كان يتحدث للموقع الرسمي للنادي ان جميع اللاعبين تحزوهم رغبه كبيره في بلوغ ابعد نقطه في المونديال، وقال المباراه ستكون صعبه لكن الاهلي لديه حافز قوي لتحقيق الفوز. أشار لاعب الرجاء البيضاوي السابق إلى أنه وباقي زملائه في النادي الأهلي لدي عازمون على التألق، وقال لدينا دوافع كبيرة جدا للتألق في مونديال الأندية بهدف الظهور بشكل يتناسب مع طموحات وأحلام جماهيرنا الكبيرة الموجودة في كل مكان حيث فوجئت بهذا. وتابع لا حديث بيننا سوى عن مباراة الدحيل، لا نفكر في شيء غير الدحيل، نتحدث كثيرا عن المباراة وعن المنافس ونشاهد مبارياته بشكل متواصل من أجل دراسة نقاط القوة والضعف لدى لاعبيه. أشاد بانون بأنصار الأهلي وباستقبال الحر الذي حظي به رفقة زملائي عند وصولهم للعاصمة القطرية، وقال شعرت بفخر كبير أن أكون لاعبا في النادي الأهلي وعند استقبالي من هذه الجماهير. ده مكتوب في الصحافة المغربية. كانت مشاهد مؤثرة للغاية ومنحتنا مزيدا من الثقة لتحقيق الفوز في الافتتاح. شوف كابتن أسامة أنت قلت إيه؟ تفاصيل ما يتحدث عنه بدر بانون هي تفاصيل. إزاي أنت دخل في نسيج الأهلي بالصورة دي؟ خدش وقت. وهو مش مخدش وقت لأن كان في محاضرات، ده كان في معايشات لمواقف وصلته للنتيجة دي. لا ودور اللعيبة كمان. يعني دور اللعيبه النهارده لما تلاقي واحد زي وليد سليمان بالرغم ان هو بره قائمه البطوله لكن قايم بدور مهم جدا، يعني النهارده انا شايفه في التمرين وسط اللعيبه تحفيز كلم اللعيبه بالتوفيق، ده دور سعد سمير برده مش عايز انسى محمد الشناوي بدوره المهم، فبرده الخبرات الموجوده داخل الفريق دي بتلعب دور مهم في العناصر الجديده اللي بتدخلها. حتى برده انا يعني ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى برضو ده راجل جميل وانا واقف معاه في المطار ولما جينا قلت هنا يعني بيشوف جمهور النادي الاهلي برضو يعني الراجل مبسوط جدا. ما انا هكلمك عن ميشيل يانكون لان انا اعتقد انت عملت معاه اكتر من حوار. راجل حابب مصر جدا ميشيل يانكوني
مبسوط بالنادي الاهلي، ودايما بيقول لي انا حتى لما رحنا الامارات وشفت جمهور النادي الاهلي انا انبهرت بجمهور النادي الاهلي، كل ما نروح مكان الاقي جمهور النادي الاهلي. قلت له خلي بالك لو كاس العالم للانديه ده اتلعب فوق سطح القمر هتلاقي برضو جمهور للنادي الاهلي. هو كمان برضو ما كانش سهل انه يسيب الجهاز بتاع فايلر ويفضل موجود، يعني هو حب مصر وحب الاهلي. هي دي من النقط لما يعني فايلر ما كملش مع النادي الاهلي وهو كان موجود، وهو موجود كمان عشان شغله ما شاء الله. يعني احنا شفنا حته حراسه المرمى طبعا ما فيش مجامله كبير جدا، لكن هو تلقى الرغبات. مش انت بتقول موسيماني سعيد؟ ما هو الراجل اهو سعيد يعني حتى لما المدرب اللي جايبه مشي قال له بستاذنك انا حكم. صحيح. طيب بمناسبه موسيماني، شبكه سي ان ان الامريكيه بتصف بيتسو موسيماني بجوارديولا افريقيا، وقالت السي ان ان انه بيتسو موسيماني يشبه الى حد كبير بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانجليزي. اكدت ان بيتسو هو جوارديولا الكره الافريقيه، وقالت الشبكه العالميه ان نجاح موسيماني تسبب في اثاره ضجه في القاره الافريقيه، وتناقش الكثيرون حول ما اذا كان بامكانه ان يكون اول افريقي ينتقل من القاره الى التدريب في احدى بطولات الدوريات الكبرى في اوروبا ام لا. امتدحت الشبكه مدرب الاهلي قبل ساعات من انطلاق كاس العالم في الدوحه، وقالت قد يعرف باسم بيب جوارديولا لكره القدم الافريقيه، لكن شعار مدرب الاهلي بيتسو موسيماني هو شعار صاغه رئيس جنوب افريقيا الاسبق نيلسون مانديلا، انه دايما وابدا ما فيش مستحيل. دي حاجه مهمه جدا انك تصدق حلمك. اشتغل على الحلم وانت مصدقه، مش بتشتغل عليه من باب الكلام. يعني فكره هم ليهم ايدين واحنا لينا ايدين اللي كانت بتتقال زمان، هم ليهم رجلين واحنا لينا رجلين، لا ده مش هو ده اللي. انما صدق حلمك، مش لانك ليك رجلين زيهم وليك ايدين زيهم، لان انت ليك شخصيه وليك موهبه وليك قدرات وليك كل حاجه يعني تسمح لك بالتنافس. لو نزلت وانت يعني مش مصدق حلمك تبقى مشكله كبيره. يعني كابتن اسامه، يعني احنا بنتكلم في فنيات كتير، لكن بتظل الجوانب المعنويه مهمه جدا. فكره ازاي تقدر تجهز فريق من ناحيه معنويه. دايما وابدا كان يتقال ان مانويل جوزيه العامل النفسي والمعنوي عنده يمكن اعلى كمان، ما يقلش قيمه او تاثير عن القدرات التكتيكيه. عشتها ازاي مع مانويل في حته التاثير النفسي؟ مانويل كان دايما قبل كل مباراه في المحاضره الفنيه اللي قبل المباراه، ما كانتش محاضرته طويله، ده فيش يعني لا تتجاوز 15 دقيقه، يقول لنا الاول قصه صغيره، بعد كده الكرات الثابته، ما خلاص ما انت بتشتغل طول الاسبوع بتحفظ. ففي القصه دي يديك حاجه تخلق لك دوافع جديده في المباراه اللي انت بتنزل عشانها. دايما كان بيقول لنا قصص عن جمهور النادي الاهلي، الجمهور البسيط، الجمهور اللي ممكن فيه حياته صعبه في يومه وكذا كذا. الحاجه البسمه الوحيده اللي بيتفرعوا في يومه مباراه النادي الاهلي انه يكسب، فاحنا دايما بنلعب عشان الجمهور. فهي دي دايما اللي كان بيشتغل عليها، والمشاعر اللي بيوصلها لنا عشان تلعب عشان دايما جمهورك. حتى في مباراه كنا خسرنا فيها، فهو حتى رجع لم نفسه قال ما قدرتش اوصل لكم الحاجه اللي تقدر تديكم الدوافع اكبر في المباراه دي. فطبعا المباريات الكبيره اللي زي دي يعني بتبقى محتاجه معنويات، لكن الحدث اللي انت فيه بالاجواء اللي انت فيها لوحدها خلاص دافع. انت في بطوله مع الخبرات السابقه، يعني ما هو انت مش جاي تحتفل زي كل مره او زي ما حدث اول مره، مش زي كل مره. انت جاي عندك عندك تحدي كبير جدا، لا يعني انت بتلعب في تقريبا في جو شبه الجو المصري، اول مره هتلعب ومعاك جمهورك طبعا. يعني حتى احنا لما رحنا المغرب كان الجمهور قاصر على مجموعه من الشباب ما تتعداش 100، هنا هيكون الجمهور اكبر. لا طبعا 13000، فانت الجمهور غالبا توقعي هيكون لصالحك اكتر. عايزين يطلعوا فاصل ونتكلم بقى عن دور جمهور النادي الاهلي في المباراه القادمه. نطلع فاصل. أهلا
بحضراتكم من جديد. كنا بنتكلم قبل الفاصل على التأثير النفسي، والحقيقة اللي دايما وأبدا حتى بيتسو موسيماني يتكلم على أنه الدعم المعنوي الكبير اللي بيلقاه من الكابتن محمود الخطيب شيء ما كانش يتوقعه ولا يتخيله. كلام عن دور الكابتن الخطيب، أعتقد الكابتن طارق دياب اتكلم عنه كتير بشيء من الاحترام الشديد والسعادة بنجاحات النادي الأهلي مع الكابتن محمود الخطيب. لكن كمان حتى في القناة الناقلة للبطولة البي ان سبورت، هشام الخلصي في الاستوديو التحليلي استوقفوا كتير الاستقبال الهائل جدا لبعثة الآلة باشمهندس في الدوحة وهتاف الجماهير. طب ما نسمع بيقول ايه؟ نشوف هشام الخلصي وضيوفه. لكن اللي شاهدناه امس في وصول الأهلي انا شخصيا ما شفتش، نادر. واني شفت جمهور يستقبل رئيس النادي بهذه الطريقة، يعني استقبال لمحمود الخطيب ولا أروع، بيبو 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 بيبو، يعني خصيصا لمحمود الخطيب. اسمع 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 الخطيب بيبو. أنا ما شفتش لا برلوسكوني لا فلورنتينو بيريز لا غيره لا غيره استقبال من هذا النوع. هشام استقبال يعني من النادر انه تشوف جماهير نادي متعلقه برئيس النادي اكثر من متعلقه من فريق كره القدم نفسه. محمود الخطيب هم متعلقين بالفريق اكيد، هذا ما حدا بس هو له عنده ربما محمود عنده كاريزما، بيبو عنده تاريخ هيك وتاريخ عنده تاريخ، وربما كابتن ليانو عنده تاريخ في النادي، يعني مازال بيبو بيبو بيبو، يعني مازالت النغمه هي نفسها. ما غاب اسم بيبو عن نادي الاهلي المصري، ما زال متالق سواء كان يوم كان نجم في الفريق او ما زال حتى في رئيس النادي. الجماهير حقيقه اشعرتنا انه هو نجم الفريق الاول، ما سمعنا اسم اي لاعب، ما سمعنا احتفاليه باللاعبين، فقط احتفاليه بالخطيب. اعتقد شخص قدم الكثير للاهلي ويستحق الكثير من جماهير الاهلي. شو رايك فتحي في هذا الاستقبال؟ لانه هشام ما لان لا اي تفضل تفضل. صحيح هشام سؤالك ممتاز جدا، سؤالك ممتاز جدا، لانه محمود الخطيب هو رمز النادي. ما يحكيوش مع محمود الخطيب كرئيس نادي، يحكيوا معاه كولد النادي، كابن النادي. معناها العلاقه هذه الحميميه، معناها ما فهمش الحاجز نتاع رئيس من برجه العاجي، تحس وانه هو بده يمشي لهم، هو بده يصفق عليهم. معناها علاقه فعلا نادرا ما راوش رئيس نادي. احنا بصفه عامه هشام رؤساء النوادي يهربوا من الجماهير. صح رؤساء. شفتوا حضراتكم هذا التقدير الكبير جدا لوجود الكابتن محمود الخطيب على رأس البعثة باشمهندس، لدرجة ان كل الاشقاء العرب ضيوف هشام الخلصي قال لك ده ما حصلش لأي رئيس نادي قبل كده، حتى برلسكوني ولا غيره من الرؤساء الكبار للأندية العالمية ما حدش حظي بهتاف الجمهور بهذا الشكل اللي قالوا عليه. انا فهمتها بطريقة تانية. أنا فهمتها إن هو بيقارن إن مفيش رئيس نادي بيتواضع وبينصهر وبيتلاحم مع جماهيره كما يفعل الخطيب، فكان يستحق هذه الـ يعني المبادلة الحميمية. يعني بيقول لك أشوف رئيس نادي بيتوجه أول ما يهتفوا باسمه يروح متصدر المشهد ورايح لهم ومحييهم، وبعدين يشاور على فرقته وعلى المدرب بتاعه ويقدمهم وكلهم يسقفوا. قال هذا التفاعل هذا هو سر من اسرار عظمه هذا التلاحم الجماهيري مع رئيس نادي ما شافهاش في حته ثانيه. ده فهمته كده انا. طيب الحقيقه كمان في نقطه اللي هشام الخلصي اشار اليها حتى مع الاستاذ فتحي المولدي وهو بياكد له على انه ما هو ده التاريخ، فقال له ما هو اذا كان الجمهور من الطبيعي انه يحب لاعب او يتعلق بنجم فقد كان الخطيب لاعبا ونجما، فبالتالي العلاقه بين الخطيب اللاعب والنجم مع الجمهور ما زالت مستمره. هو ما بيهتفش لرئيس اداري فقط لكونه اداري، لكن لا زال قيمه التاريخ الرياضي والكره والطويل له كنجم كروي النجوميه ملتحمه لسه مع المسؤوليه لسه النهر متدفق. فبالتالي
انا اعتقد هي دي المسؤوليه كمان. هي دي المسؤوليه ودي الخصوصيه بتاعت الاهلي بالظبط. الدفء اللي بيلاقيه من جماهيره صحيح. الاهتمام الشغف التضحيه الحماسه قول زي ما تقول ايوه. فهم ده كل الناس بتقول لك كده، ما ايه النادي اللي جماهيره بتعمل معاه كده ومع رئيسه كده. ف ولهذا ومن اجل هذا زي ما قال مانو جوسي، زي ما قال بيتسو متسوماني، احنا نلعب من اجل هؤلاء وشايلين همهم، وده المفتاح اللي اللعيبه يعني بتخش لهم منه وهم مدركينه وبيعيشوه. ايوه. فاعتقد ان 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 وجود الجمهور المره دي اظن انه هيدي يعني صحصحه، هيجدد الحوافز، مش هيدي فرصه ان اي واحد يسرح ولا يترهل في الملعب. ونفسي بكره ربنا يكرمنا علشان الجمهور اللي احنا شفناه ده، يعني احنا واحنا في اليابان يعني كان العدد الجماهير وكان في جاليات مصريه لكن عددها قليل جدا. جمهور صناعي يعني انت جايب شويه يابانيين يشجعوا قليل. لا حتى المصريين اللي كانوا هناك وبيشجعوا النادي الاهلي عدد قليل جدا، ما كانش بالحماس اللي احنا شفناه النهارده في الشوارع واحنا جايين. اسامه احنا امبارح القائم باعمال السفاره المصريه هنا سفير احمد سمير يعني قال ان انا وانا موجود مع السفراء سفير المكسيك وسفير الدول المشاركه اندهشوا من حماس جمهور الاهلي. وخلي بالك ده يعني النادي الاهلي هتلاقي الفريق الوحيد اللي هيحضر له جمهور بعدد كبير في المطار وقدام الاوتيل باستثناء صاحب الارض صح. وممكن بايرن ميونخ الناس جايه تشوف نجوم بايرن ميونخ جايه تشجعه وجايه تتفرج عليه، يعني مش بالقدر الحب بتاع النادي الاهلي. الناس جايه عشانه لدرجه بقول لحضرتك واحنا ماشيين احياء الناس طالعه من الاحياء بتاعتها ومن شهيتها في الشوارع واقفه عشان تسلم على جمهورنا على لعيبه النادي الاهلي. كابتن اسامه انتوا كنتوا في التمرين الجماهير كانت موجوده هنا باعداد محترمه ومعتبره ليله الماتش عشان بس هم مش عارفين انتوا راجعين امتى، قعدوا مده وبعدين لو الالتزام يا كابتن عادل شفنا احنا يعني على السوشيال ميديا الصور بتاعت الجماهير وهي بتاخد التذاكر بتاعتها ومستنيه المسحه باعداد كبيره وبنظام برضه في حاجه الجمهور عشان يجي يقف قدام المطار عمل مسحه عشان يخرج من البيت ويحضر في تجمع عمل مسحه يعني هو عشان يجي يقابلك في المطار عشان يجي يشوفك عشان كده يعني حتى وائل الجمعه قال لك انا حبيت اجي اسلم عليكم قال لك ممنوع في المطار ممنوع. ده احنا بنتكلم في ده كله وانت بتتكلم في اجراءات احترازيه مشدده. تخيل بقى النهارده لو ما فيش كورونا وما فيش الاجراءات دي كنت هتشوف جمهور النادي الاهلي باعداد كبيره جدا. مش هيروحوا رابطه مشجعي الاهلي هنا فيها 65000 واحد مسجلين. هذا بيحملك مسؤوليه اضافيه مسؤوليه مضاعفه بيحملك. اعتقد ان دي واصله لكل فرد في البعثه مش بس اللعيبه والجهاز الفني، حتى واحنا قاعدين شايلين هم ازاي الناس دي يعني يتخدم عليها صح وتاخد حقها ونسعدها يا رب كبعثه يعني يا رب اتمنى بكره ان شاء الله. كابتن اسامه يعني عشت انت المواقف دي كتير تاثير الجمهور في التحولات اللي في الملعب جمهور الاهلي تحديدا عشتها ازاي؟ يعني انا مشفق على لعيبه النادي الاهلي. ايه المباريات اللي انت حسيت الجمهور عمل تأثير؟ انا مشفق كابتن امام مبدئيا عن الجيل بتاع النادي الاهلي ان يعني معظم المباريات بدون جمهور. المباراه اللي لعبوها كانت بجمهور كانت مباراه سان داونز اللي كانت في استاد القاهره، وحتى دي موسيماني خد التليفون بتاعه لما نزل وشاف وبدا يصور جمهور النادي الاهلي، وكانت دي اللحظه بالنسبه له ايه الجمهور اللي بالاعداد الكبيره دي. هو قال دي اللحظه اللي انا تمنيت ان انا اشتغل. المباراه اللي احنا كسبناها، اللحظه الثانيه وانت بتخسر وانت بتكسب 1-0 البطوله اللي احنا خرجنا منها كان في برج العرب وما تاهلناش، يعني عظمه جمهور النادي الاهلي وانت بتكسب وانت بتخسر هو دي عظمه جمهور النادي الاهلي. على فكره الكابتن الخطيب قال ان دي اللحظه اللي انا حسيت ان اللعيبه دي هتعمل حاجه. يعني انت النهارده في مشوار افريقيا تكون خسران بره ملعبك برقم بنتيجه ثقيله وخلاص انت جمهورك وما زال يثق فيك وتعتبر انت خلاص قياسا انت بره البطوله، لكن الجمهور عنده ثقه ان كنت ممكن ترجع ويدعمك ويأزرك عشان تاخد البطوله السنه اللي بعدها. فده عظمه جمهور النادي الاهلي على مدار الاجيال. طيب يعني احنا كنا محظوظين كجيلنا ان كانت مبارياتنا كلها كانت بجمهور. يعني انا اتذكر ممكن يكون مباراه وحيده بس لعبتها كانت بدون جمهور النادي الاهلي، لكن كل المباريات
فاكرها طبعا. دي كانت مباراه في نهايه الدوري، المباراه دي كانت امام الكروم، كسبناها 6 كسبناها 6-1 وكنت 6-1 والمباراه دي احرزت فيها 5 اهداف وقتها. انت كان كان رقم قياسي يعني. هل افتكرتها المباراه؟ انت مش خالد بيه؟ لا مش المباراه دي افتكرتها دي. دي كانت مباراه الكروم. انت عارف ان انت اعتقد كشري مره جاب 5 جوان، الكابتن صالح جاب 7، كابتن صالح في الاسماعيلي 7، جاب 2 و3 كماله. لا وانت وكشري جبتوا 5 وخالد بيب وتوتو جاب 4. دينا في السوبرات جينا للاربعه بقى. بتفرج انا والمهندس عادل او بنتفرج على المباراه اللي ما بنتفرجش عليها عنده في البيت. 4-3 انت تقريبا البيج نيم اللي في المباراه دي، فجاه المباراة تتحول كذا مرة ونشوف نلاقي أسامة حسني نزل فحصل التغيير الكبير. قول لي كواليس المباراة دي إيه بقى؟ لأن دور الجمهور ودور المدرب ودور اللاعب. لا يعني دور الجمهور بيجي لما أنت بتضيع فرصة مهمة في وأنت خسران. أنت ضيعت وأنت وإحنا خسرانين 2-1 وبتضيع فرصة يعني شبه إنها هدف. وبتلاقي رد فعل الجمهور بيشجعك في وقتها. بتاخد الدفع والحماس من الجمهور بتاعك في وقت وعايز اعوضها له وعايز اعوض بقى، فبتتعادل وندخل بقى في الوقت الاضافي. كنت في صراع، خليني في الفتره اللي ما بين ضياع فرصه في ماتش زي ده هيجيب بطوله والنتيجه احنا متاخرين. ما حسيتش بقى بالصراع ده عشان الجمهور موجود. طب ما انت جمهور النادي الاهلي النهارده عارف امتى بيوقف جنب لعيبته. احنا بنقول الكلام ده عشان الناس تعرف ان المواقف طبعا اللي ممكن تتكرر علشان كده تتعامل معاها ازاي. علشان كده واحد زي بواليا يعني مهاجم عنده امكانيات عاليه وده مر بيها فلافيو. فلافيو لما قعد سنه ما يهدفش مين اللي بدا؟ الجمهور. فالنهارده نفس الظروف، ممكن بواليا بيروح لجون كتير، بيكسب التحامات هوائيه فوق على الارض، شغال بشكل كويس سريع، بيعمل كل حاجه والتوفيق لسه ما جاش. لو النهارده الجمهور موجود طبعا قبله توفيق ربنا يبدا يأزره في الملعب، يبدا يشجعه، يبدا بقى يعني يفوق، هتلاقي المكنه اشتغلت يعني زي ما هو بيقول. دور جمهور النادي الاهلي طبعا دور مهم جدا. ما حسيتش انت بالفتره بقى اللحظات الصراع دي ما بين ان انت ضيعت فرصه وما بين ان انت بتغير الماتش خالص؟ لا خالص يعني الجمهور وقتها في نفس اللحظه بيشجعك، فخلاص انت عديتها بسرعه، دخلت تاني في المباراه. عكس لو ما فيش جمهور هتبدا تفكر فيها وذهنك يبدا يشتت فيها وكان جواك الامل ان احنا هنجيب عايز تعوض عشان الجمهور ده اللي موجود في المدرج. دلوقتي الجمهور زي اي حاجه كلها حاجات بديله، يعني الجمهور اللي كان في المدرج اصبح جمهور في السوشيال ميديا. والسوشيال ميديا بالتاكيد ليها دور كبير على صياغه تركيز اللاعب ومدى استقراره ومدى صراعه ومدى اهتزازه ومدى ثقته. شايف انت كنجم بقى ده تاثيره ازاي؟ لا السوشيال ميديا بعد ما انت بتخلص المباراه تلبس هدومك بتشوف السوشيال ميديا الجمهور الافتراضي. انا عايز وقتها انا عايز وقتها في المباراه، ده الفرق بقى. الفرق النهارده انا عايز في المباراه 90 دقيقه دول اللي انا عايز اطلع اقصى حاجه عندي هو جمهور النادي الاهلي، اشوف نفسي فيهم هم دول، ده النتاج اللي بيجي بسرعه على طول وقتها. السوشيال ميديا بعدها بقى فيها طبعا الايجابي اللي ممكن تاخده منه انت كلاعب، وفيها اللي ممكن يبقى سلبي والتحفيل اللي دايما الكابتن عادل بيرفضه، ده اللي ما بقاش قاتل الله التحفيل. طب ده الشيء السلبي في السوشيال ميديا. يا استاذ يا كابتن اسامه التحفيل ينم عن قسوه طبعا. تمسك واحد هو متضايق اصلا بتخلص عليه ليه؟ بنزل معنويه تحت بدل ما اكسبه انا كلاعب وانا محتاجه ممكن اخسره. الرساله الرياضيه يعني. فلا العمليه طبعا مختلفه، فاشفق على اللعيبه طبعا. انت في مباراه زي النهارده احنا كنا بنعمل حاجه مهمه وقتنا. ايوه احنا كلنا كلاعب بتيجي ليله المباراه تليفونك مقفول وبتحطه في الشنطه، بتفصل نفسك عن اي حاجه. التصور ده اللي بيحصل دلوقتي، بتفصل نفسك تبدا تفتح تليفونك بعد المباراه، خلاص بقى ابعد بقى عن السوشيال ميديا عن تليفوناتك. يعني انت عايز تقول ان ده نظام مستمر؟ احنا كنا ولا ده كان اتفاق كنا بنعمله احنا كجيلنا بيننا وبين بعض، تيجي ليله المباراه بتنصح بيه
ده يعني بنصح اللعيبه خلاص انت بتحاول تحط نفسك في التركيز، فجزء من التركيز خلاص بتبعد بقى بتليفونك سوشيال ميديا مين كتب مين قال تشكيل ايه، ونتكلم على المباراه لو عايز انا وزميلي نتفق على الثنائيات الثلاثيات ده شيء المطلوب من اللعيبه، واكيد طبعا يعني لعيبه النادي الاهلي بتعمل كده، انك انت عشان تقدر تحط نفسك في التركيز فلازم تعمل بالاسباب دي. يعني طبعا هم مش سامعيننا، لكن مؤكد الكابتن سيد والجهاز اللي موجود كابتن سامي اللي هم عاشوا احداث كتيره. ما كابتن سيد برضو يعني حضر اجواء البطولات افريقيا قبل ما يعتزل، وساهم في تحقيق البطوله والسوبر الافريقي وكان له اهداف مؤثره، والراجل يعني مؤكد ان التجارب دي والاجواء دي انا متاكد ان كابتن سيد حريص جدا انه ينقلها وينفذها. اكيد هو على طول الكابتن سيد هو موجود في المعسكر هنا يعني قايم بدور كبير، وكمان لازم يعني برضه نحيي الطاقم الاداري مع مدير الكوره يعني بدايه من خروجنا من القاهره قايمين بدور كبير جدا يعني مش عايز الاستاذ ماهر عبد العزيز يعني والاستاذ رافض وكل الاستاف والجهاز الطبي برضه يعني صحيح. الناس طبي. هنا خليه نحل ما شاء الله بالعكس اشتغل شغل جامد خليه نحل دكتور عبد الرحمن اخصائي يعني التغذيه يعني ثلاث حالات اصاباته والتعامل معاها والاجهزه اللي جايبينها لا يعني تحس ان الناس عامله حساب على كل شيء. لو بدر امبارح شفنا الجهاز الفني امبارح بسرعه مفيش على طول كل الاجراءات عشان يكون موجود في مباراه بكره، ومش طبي بس للامانه برضه الطاقم الاداري تحس ان هنا المعسكر ما شاء الله نظام، تلاقي اللعيبه كلها مواعيد الفطار والغداء والعشاء كله ماشي بنظام اللبس يعني لا يعني شكل النادي الاهلي باين فعلا الحمد لله وصلنا الى درجه من التعامل مع الاحداث الكبيره بشكل محترف فعلا يعني. النهارده خلال التمرين جاري مورتي ده رئيس لجنه المسابقات في الاتحاد الدولي جاي خصيصا عشان يطمئن على الاوطه، طبعا بيتفقد كل الفرق المشاركه، لكن استقبله الكابتن محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي اثناء المران عشان يطمن على احوال الفرقه وعلى كل الترتيبات اللي موجوده، وطبعا الكابتن الخطيب والمهندس خالد طمنوه على انه البعثه الحمد لله ما عندهاش اي شكوى من اي شيء، كل الاجراءات الاحترازيه وكل الالتزام بكل الضوابط على اكمل وجه، واتمنوا التوفيق للبطوله. برضه مهندس خالد مرتجي يعتبر يعني هو المتواصل مع الفيفا برضه خبرات كبيره هي خبرات يعني الناس كلها بقى الاهلي بيجهز كوادر في كل اتجاه وبيعرف يستفيد منها في اللحظات المناسبه يعني. لا انت شوف ترتيب البعثه يا كابتن حاتم النهارده لما تلاقي النادي الاهلي طالع يعني محفل عالمي زي ده، انت طالع باداره التسويق اداره التعاقدات اداره اللوائح في النادي الاهلي خبيره اللوائح الاستاذ حنان الزيني البعثه الاعلاميه المركز، فانت طالع ببعثه كل واحد عارف ليه دور في المنظومه اللي طالعه قناه الاهلي البعثه الاعلاميه طبعا في قناه النادي الاهلي ادينا كلمتين يا لا ان قناه النادي الاهلي ما شاء الله يعني وانتوا عاملين شغل ما شاء الله هايل يعني الناس كلها متابعه طيب كابتن اسامه احنا انا كنت سالتك من بدري على ليله المباراه انت قلت شيء طبيعي انه الناس كلها كل لاعب بيقفل تليفونه ويشيله ايه خطوره فتح التليفون ازاي يقدر متواصل لو حد مش شغال بالطقوس دي تاثيرها السلبي عامل ازاي ما انت بتبدا بقى تخش في حاجات ممكن تشغل ذهنك ده فلان كتب بالتشكيل ده انا مش موجود في التشكيل ابدا اروح بذهني لحاجات مش مطلوبه ليله المباراه لا ده انا بستعد ان انا او بحضر ذهني ان انا موجود بكره في المباراه من اول المباراه يسمع مشكله حتى خاصه مشكله خاصه بيك فتبدا ذهنك يشتت وتروح بيها بعيد عن المباراه فانت النهارده خلاص اقفل الموضوع تماما فانت النهارده لما بتقفل تليفونك او بيتم عدم التواصل مع السوشيال ميديا خلاص فانت بتبقى تركيزك الكامل للمباراه واحداثها كابتن الجوهري الواحد بيفتكر حاجات سمعت انه كان بيلم التليفونات بس انت دلوقتي خلاص انت مع المدرسه دي ولا لا خلاص لا ولا تسيب كل بقى واحد المفروض بنضجه لا خلاص ده دلوقتي انت يعني المفروض اللعيبه عارفه التزاماتها دلوقتي ايه اللي ليك واللي عليك وصلت لمرحله من الاحترافيه خلاص يعني انت يعني انت مع مدرسه الاعتماد على وعي اللاعب بتدي اللعيبه مساحه من الحريه دلوقتي خلاص
يعني احنا النهارده يعني دايما بلاحظ حتى موسيماني في الملعب تلاقي تحس انه واحد صاحب اللعيبه بيهزر ويضحك وقت الشغل لا مفيش يعني جد جدا انا قفشته بزعه يعني جد جدا شفت بقى تلاقيه بيهزر فخلاص انت العمليه بتعمل التوازن ده فده شيء مطلوب بالنسبه لعيبه الاهلي وبالنسبه للجهاز الفني. الدحيل تعتقد انه هيلعب 4-2-3-1 ولا هيغير طريقه لعبه؟ لا هو الدحيل بيلعب 4-4-2 4-4-2 هيغير؟ لا هو غالبا لما بتبقى في البطولات اللي زي دي انت ما بتغيرش يعني انت بتحاول خلاص يعني انا بلعب مثلا النادي الاهلي كان بيلعب 4-2-3-1 فما بتحاول ما بتروحش انت اللي بيتغير وظائف اللعيبه داخل الملعب تكليفات ممكن انت كنت بتهاجم شويه فانت ممكن انت بتدافع شويه انت بتدافع لا انت مطلوب منك انت هي وظائف اللعيبه داخل الملعب لكن الدحيل زي ما هو فريق قوي مقدر قيمه الاهلي وعارف ان النادي الاهلي فريق قوي ودي تصريحات المدير الفني بتاعه لعبته ان النادي الاهلي نادي عنده خبرات في البطولات العالميه بطوله كاس العالم للانديه اكيد زي ما النادي الاهلي درس الدحيل الدحيل برضه درس النادي الاهلي بشكل كبير وعارف نقاط القوه وعارف نقاط الضعف فهو يعني غالبا التشكيله اللي احنا قلناها بتاعت الدحيل مش هتطلع براها يعني لو تتغير ممكن تغير لعيب بس بنسبه 90% هي دي التشكيله الموجوده هي ابرز نقاط القوه بتاعتهم الخط الامامي دودو وادميلسون والاثنين الاسترايك ولونجا والراجل الجديد ده اللي بيجيب 40 جول في الدوري في الموسم ده موسمين ورا بعض هو عندهم الاطوال كمان ما شاء الله هو نفسه واقف وسط هم اطوال وده واقف وسطهم طويل يعني فعشان كده كان وجود يعني انا شخصيا يعني عامل لي ازعاج من دلوقتي انا مباراه صعبه كابتن عادل يعني هي بكل المقاييس يعني ما فيش مش مباراه نازلها بكره مضمونه لا 50-50 بكره لا واضح ان الفريق المستضيف بقى بيهتم يعني عايز يكمل هو مش بطل قاره بس التجارب السابقه يعني العين الاماراتي مش بطل اسيا وبيكمل يلعب فاينل الرجاء المغربي مش بطل قاره ويواصل يلعب فاينل الموضوع هيبان في الملعب كمان يا استاذ ابراهيم بيدعم في يناير انت لما بتتكلم على الرجاء شعبيه الرجاء جارفه بتتكلم على العين شعبيته جارفه انت بكره هتشوف يعني احنا بدون ما نفصح على تشكيل هويات في ناس قابلتنا قالت لي هنشجعكم من انديه منافسه اللي هي جماهير السد جماهير الانديه المنافسه بس خلاص انت محدود في الاخر بالعدد برضه في الاستاد يعني لا انا بتكلم ايه ده بيقول لك ان مفيش هنا نادي مكتسح الجماهيريه بتاعته يعني جماهيريات متوزعه بس انت يعني النهارده برضه عشان ندي الدحيل حقه في خلال 10 سنين ويكسب 7 بطولات دوري من 10 سنين ده تركيز عالي جدا انت بتشتغل على مدار سنين وبيكسب كابتن اسام وبيدعم قبل البطوله بثلاث عناصر في منتهى القوه يبقى البطوله دي في اولوياته وليه هدف فيها وعاوز يوصل لابعد نقطه فيها عنده دوافع عايز يقول يعني انا مش بطل قاره بس انا اقدر اعمل حاجه الدحيل اهم فواضح انه باستمرار عنده ده اهم ما يميز الدحيل العناصر الفرديه اللي عنده العناصر الفرديه هم كافراد طبعا عناصر النص القداماني بالذات ممكن نتغلب باب ده بالجماعيه اللي عند النادي الاهلي اللي بتميز النادي الاهلي في النادي الاهلي ما بنقولش افراد او بنعتمد على الفرديه انت بتعتمد في النادي الاهلي على الجماعيه يعني انا بتخيل يا استاذ كابتن اسامه ان انا لما اكون لعيب خطر جدا بالطول الفرع ده بس خطورتي هتيجي لو جات لي الكوره اللي انا عايزها يبقى اول درجات الدفاع ان ما يجيليش الكوره دي طبعا ايوه واعتقد ان ده الشغل اللي تقصده انت بقى ان انا يعني بيع نفسها. مش معقول ان انا اوصل له ما يتيح له استثمار مهاراته هيتعبني فيبقى شغلي انا رغم تميزه ده ان ما تجيلوش الكوره اللي هو عايزها او بيتمناها وده بيجي بقى من خلال التقارب الجماعي ما بين الفريق والانضباط ما يبقاش التكتيك. عندك النهارده في فجوه ما بين الدفاع ما بين كده. الوسط او الوسط والهجوم لا انت بتتحرك كلك كتله واحده طول ما انت الفريق شغال في 50 متر كتله واحده طول ما الكره ما بتدخل هنا المساحات بقى كابتن عدلي بيتكلم على سواء اطوال او تحت لا ما في عندكش المساحه انك تقدر تشتغل الشغل الفردي ده
مثلا واحد عدى من الباك رايت بيلاقي المساك في ظهره، او في نص الملعب بتلاقي التاني مغطيه. فالنادي الاهلي بكره لو لعب بالشكل ده ان شاء الله يعني بهذه الامنيه وبهذه الدعوات. استاذ ابراهيم شوف شوف انا يعني عايز اقول لك على حاجه يا كابتن اسامه، ما هو مؤكد ان المدرب هيقول كل حاجه. انت كنت لاعب كبير ومدرب ايضا، بنسبه كام في الميه اللعيبه بتنفذ كلام المدرب؟ لا هو المفروض بتنفذ كلام المدرب بنسبه كبيره، وانت كلاعب ليك ولا ظروف الجيم بتفرض ليك شخصيه داخل الملعب برضه. انت أيوة. النهارده بتفرض شخصيتك وبتفرض شغلك انت بتتعامل مع المستجدات بيميزك في الملعب. المدرب بيقول لك خطوط عريضه، ايوه بتحرك ازاي بشتغل ازاي التفاصيل بتاعتك، لكن انت ابداعك بقى داخل الملعب. المدرب بيقول لك شوت دي فيرست تايم او سندها لا، بس احيانا في تغيرات في الملعب بتيجي تفرض عليك ان انت شخصيتك هي اللي تبان. لا يعني المدرب مش على حساب الخطه في مباراه نهائي افريقيا اكيد لعبه متفقه، كره ثابته، السوليه يجري في الحته دي يحطها تمركز، دي مدرب قفشه في الشوطه لا ده لاعب فكر فكر يعني. وبيشاوروا ظاهر ده همنا الوقت. طيب ده همنا الوقت، وكنا سعداء جدا بك يا كابتن اسامه النهارده، وبكره نحتفل ان شاء الله ان شاء الله. شكرا استاذ ابراهيم يا رب. شكرا كابتن عدلي، ونتمنى التوفيق بكره. تركيزك معايا الصبح ان احنا نروح احنا الثلاثه الاستاد. انا واخد الكابتن عدلي معايا بكره الاستاد رايح رايح، اما حاجه ثانيه هناخده نعديه بره الحاجز ونحطه في المنطقه المحظوره. ايوه ايوه، يا تكمل يا تتحجز. طب ما نلجا للجمهور. لا لا لا، هو قط جنبك انا اقول له ما يسيبكش ان شاء الله. كنا سعداء مع حضراتكم، كل التوفيق بإذن الله تعالى لفريق النادي الأهلي بكرة. تأكدوا أن كل عمل اللي عليه، ويبقى فقط التوفيق من عند الله. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي سفيرا للكرة الأفريقية في العالمية وبطلا شامخا، ونلتقي دوما إن شاء الله. تصبحوا على خير.